تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. رحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، أتقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، عندنا فريق هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق والمتابعة اليوم معانا أختنا نجاة السويدي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين الأعزاء، نود أن ننوهكم بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19، ونعتبر كل المواطنين وكبار السن من المقيمين أيضا فوق سن 60 سنة، واللي عندهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والعاملين في خط دفاعنا الأول، واللي يشتغلون في المهن الحيوية، هم فئاتنا ذات الأولوية للحصول على التطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان أعزائي المستمعين. وقبل ما نبدأ أيضا حلقتنا مستمعين الأعزاء، وردتنا العديد من التساؤلات عن مواعيد الحصول على لقاح كوفيد-19، مثل ما قبل يومين هيئة الصحة نزلت توضيح جدا هام في وسائل التواصل الاجتماعي، عنا الإعلان كان يقول أن الهيئة قامت على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 فايزر بايون، نظرا لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح، مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم. لذلك أعزائي المستمعين، اللي كان ماخذ موعد لحصوله على جرعة الأولى، أكيد رح وأكيد وصلت رسالة نصية بالموعد الجديد عشان جرعته الأولى، لكن اللي ما أخذ كان الجرعة الأولى وينتظر حصوله على جرعة الثانية، اطمنوا إن مواعيدكم ثابتة، وننصحكم إنكم تلتزمون بالمكان والوقت اللي حددوا لكم إياه في الرسائل النصية للحصول على جرعتكم الثانية. ومن آخر تحديثات لقاح كوفيد-19 ننتقل إلى أخبار الصحية، وفي خبر عنا يقول عدم تناول وجبة العشاء قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. قالت دراسة يابانية جديدة واسعة النطاق إلى أن اللي يتخطى وجبة العشاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن واحتمالية إصابته بالسمنة لسنوات. ربطت الأبحاث بين تخطي وجبة الإفطار وزيادة مؤشر كتلة الجسم، بينما أجريت القليل من الدراسات حول تأثير الوجبات الأخرى في اليوم. لذلك خلص الباحثون في جامعة أوساكا التي قيمت دراستهم عادات الإفطار والغداء والعشاء إلى أن عدم تناول وجبة العشاء أيضا يعد مؤشر جدا هام على زيادة الوزن والسمنة. وطبعا الباحثين قالوا أن الاعتبار وقت تناول الطعام وما إذا كانت عاداتهم قد تغيرت خلال فترة الدراسة هذه، وعوامل نمط حياتهم مثل النوم والتدخين، ربطوها كلها مع بعض، وطلع النتيجة أن اللي يتخطى العشاء مرتبط بشكل كبير بزيادة الوزن بنسبة 10% أو أكثر، ويكون مؤشر كتلتهم أكبر من 25، وهذا اللي إحنا نصنفه أنه زيادة وزن.
وقالت في نهاية خلاصة الدراسة مستمعينا أن اللي يتخطى وجبة العشاء مرتبط ارتباط قوي باحتمالية زيادة وزنه، والسمنة حالة حال اللي يتخطى وجبة الإفطار. يعني مستمعينا التزامكم بوجباتكم في أوقات صحيحة جدا مهمة، ما تسوون سكيب لأي وجبة، ولكن الفكرة أنك أنت تكون على وعي وتقوم باختيار خياراتك الصحيحة وبالكميات الصحيحة أيضا. ومن خبرنا اليوم ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، ومعنا اليوم زميلتنا كالعادة أسماء الجناحي بتعطينا آخر المستجدات. صباح الخير أسماء. شو عندك اليوم من أخبار أسماء خبرينا؟ من أخبارنا من أكثر التغريدات اللي كان عليها تفاعل في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي تغريدات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، واللي كانت تقول أفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بتعيين عوض غير الكتبي مديرا عاما لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي نائبا للمدير العام. خالص أمنياتنا لهما بالنجاح في دفع مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته. أيضا غرد سموه معالي حميد الكطامي من رجال الوطن المخلصين، وله كل الشكر والعرفان لما قدمه من جهود وإسهامات ستبقى محل تقديرنا، راجين له كل التوفيق والسداد. أيضا غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤمن بأهمية إشراف الشباب في قيادة دفة العمل الحكومي في دبي، وضخ الدماء الجديدة في مختلف مساراته انطلاقا من ثقة كاملة في قدرة كوادرنا الوطنية الشابة على الاطلاع بمسؤولية التطوير على الوجه الأمثل. هاي كانت تغريدات من حساب سمو الشيخ حمدان محمد الرسمي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها في هذه الفترة اللي أهمية المتعاملين، مثل ما ذكرت في دكتورة في بداية الحلقة على توضيح الهام الذي تم نشره في قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة بدبي، وأيضا تنوه الهيئة أن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، وتنصح الجمهور بالالتزام بالمواعيد. ممكن بعض الأشخاص توصلهم مسجات إنه يعني تغيير مكان تلقي الجرعة الثانية، ولكن الجرعة الثانية توقيتها مثل ما هو، ونتمنى من الجميع الالتزام بالجرعة الثانية والحضور إلى المركز. أيضا من ضمن النشرات اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي وهو تأكيد على أهمية غسل اليدين لمدة 20 ثانية بشكل مستمر، وهذا لأن اليدين تلامس العديد من الأسطح ويمكن أن تلقط الفيروسات. وحطينا بعض الطرق أن الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا نحب نشكر كل المتعاملين على رسائلهم الإيجابية التي وصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن دائما معاهم وصحتهم هم أولوية بالنسبة لنا. ودمتم بالصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. اسم الجناحي عطتنا بعض المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى التوفيق لمدير عام هيئة الصحة في دبي عوض صغير الكتبي، وأيضا نتمنى التوفيق والنجاح لنائب المدير الدكتور علوي الشيخ. كل الأمنيات لهم بالنجاح والتوفيق، وطبعا كل الشكر لمعالي حميد القطام لكل للجهود اللي بذلها لخدمة الوطن. مستمعينا الأعزاء، مثل ما قالت أسماء الجناحي، ممكن توصلكم رسائل نصية بتغيير أماكن حصولكم على جرعتكم الثانية، ولكن اتأكدوا أن الوقت والتاريخ لحصولكم على جرعتكم الثانية ما زال ثابت، فاحرصوا على حضوركم في الوقت والتاريخ المناسب لجرعتكم الثانية عشان نضمن أنكم تحصلوا على الفعالية القصوى للقاح. وهاي كانت كل مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي عندنا مستمعينا. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات قسم المخ والأعصاب. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 600
551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قسم المخ والأعصاب في مستشفى راشد اللي يتبع هيئة الصحة في دبي من بين أهم الأقسام المميزة الزاخرة بكفاءات طبية وخبرات متنوعة، وطبعا مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأكثر تطورا. وهذا القسم بالتحديد يشهد إقبال متزايد من قبل المتعاملين والمرضى عشان العديد من المشكلات والأمراض الصحية المتعلقة بأمراض المخ والأعصاب. وللتعرف على هذا القسم ونوعية الخدمات اللي يوفرها يسعدني ويشرفني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور سلامة محمد كرمستجي. صباح الخير دكتور. صباح النور السرور. دكتورة، لو تحدثينا وتعطينا نبذة سريعة عن قسم المخ والأعصاب في مستشفى راشد ومستوى تجهيزاته. طبعا يعتبر قسم الأعصاب في مستشفى راشد من أكبر المراكز لخدمات الأعصاب في الدولة، حيث يصل عدد مرضانا إلى 20,000 مريض سنويا. تشمل خدمات القسم خدمات الطوارئ اللي عندنا طبيب مناوب 24 ساعة، بالإضافة عن عيادات الخارجية، عن عيادات عامة تخصصية من مثل عيادة تصلب اللويحي، عيادة ضغطات الحركة، عيادة الشفيرات. بالإضافة يقدم المركز علاجات متخصصة مثل حقن البوتكس، مرضى الصداع النصفي، وعلاجات تقدم المرضى بالشلل الرعاشي، ويشمل مضخة الدوبامين، مضخة الأبرمورفين، وبرمجة التحفيز العميق للدماغ. وتشمل أيضا خدمات القسم عناية بالمرضى النوميين، منهم مرضى الحالات الحرجة، ويقدم استشارات المرضى النوميين في كل من مستشفى دبي والضيفة. وعندنا قسم متخصص في الفسيولوجية العصبية، يشمل التخطيط العصبي والعضلي وتخطيط كهربائية المخ وغيره من الفحوصات، بالإضافة للأنشطة الأكاديمية للقسم. دكتورة، لو تعطينا نوعية المشكلات الصحية والأمراض اللي يستقبلها القسم عندكم. تشمل معظم حالات إدخال عندنا في المستشفى مرضى السكتات الدماغية الحادة وحالات الصرع الحادة وأزمة الوهن العضلي والتهاب النخاع والتهاب الدماغ المناعي. بالإضافة عندنا بعض المرضى اللي يتابعون لنا في العيادات الخارجية اللي هم يشملون اضطرابات الحركة، تصلب اللويحي، وأمراض العصبية العضلية والتشنجات والصداع وغيرها من الأمراض. تحدثينا شو الخدمات اللي أنتوا توفرونها في القسم للمراجعين؟ عندنا احنا عندنا قسم الامراض العصبيه في المستشفى للمرضى اللي يعانون من حالات الحرجه والمستقره، ويشمل وحده السكته الدماغيه والوحده الداخليه لمراقبه الصرع. ايضا عندنا العيادات التخصصيه مثل ما قلنا، العيادات مثل عيادات تصلب اللويح، عيادات اضطراب الحركه، عياده التشنجات، وعندنا الفسيولوجيه العصبيه اللي هي تقدم الفحوصات مثل التخطيط العصبي العضلي، تخطيط العصب البصري، وعندنا العيادات التشاركيه، وعندنا ايضا العيادات الذكيه والعياده الهاتفيه، وعندنا العياده الحقن الوريدي للمرضى اللي يتلقون الادويه عن طريق الوريد انتظام، وبعد ايضا عندنا عياده للاطباء الزائرين خبراء دوليين لمرضى التصلب اللويحي المتعدد والصرع وغيره. بالإضافة إلى خدمة الاستشارات للمرضى المتواجدين في كل من مستشفى راشد، مستشفى دبي، مستشفى الضيفة، والعيادات الخارجية أيضاً. جميل جداً دكتورة. دكتورة، ممكن تعطينا شوي نبذة عن أمراض المخ والأعصاب الشائعة، وكيف مثلاً إذا في طرق للوقاية منها كيف إحنا نقي نفسنا منها؟ من أكثر الأمراض اللي نشوفها في العيادة هنا الأمراض الصداع، وإحنا دائما ننصح مرضانا أن يتبعون الاستشارة الطبية بعد استشارة الطبيب النصائحة، ونحن نشجع دائما المرضى أن يمارسون عادات يومية تكون صحية مثل الرياضة والحركة والأكل الصحي، بالإضافة لالتزامهم بأدوية الأطباء اللي يراجعونهم. دكتورة، الناس وايد تشتكي من الصداع، ممكن شوي تشرحي لنا كيفية آلية العمل عندكم في العيادات، ومتى الشخص يعني تنصحون أن يجي ويزوركم وياخذ استشارة من عندكم؟
المرضى الصداع عندنا احنا المرضى نقسم على حسب التشخيص. انا مثل مرضى الصداع عن الصداع التوتري عن الصداع الشقيقة اللي هو الصداع النصفي. وايدين يشتكون من الشقيقة دكتور الصداع الشقيقة هذه طبيعي، بس أهم شيء يكون التشخيص تشخيص عن طريق أخصاء مخ وأعصاب، ويتبعون دائما اللي هي نصائح اللي يعطونها نصائح الدكاترة اللي يتابعون معاهم ويلتزمون فيها وإرشادات الطبيب والتزام بالأدوية. في يعني نصائح تعطينها عشان الناس تتجنب نوبات الصداع هذه؟ يعني يمكن ساعات صعب ان احنا نتجنبها، بس يمكن في بعض الاشياء دكتورة في من نظرك يعني من خبرتك ان ممكن احنا نقي نفسنا من الاصابة بهاي النوبات. احنا دائما ننصح المرضى انهم يلتزمون بالحياة بالحياة الصحية. النوم مهم جدا لمرضى الصداع. النوم اللي هو الكافي، يمكن امتناع عن السهر. والالتزام بنوعية الأكل الصحي، والاهتمام بالوجبات خاصة وجبة الإفطار. أوكي دكتورة. دكتورة أنت تحدثتي عن عيادة متخصصة في التصلب اللويحي، ده شوية تكلمين عن هذا المرض، ويعني أنا أشوفه وايد شائع عنه، فما أدري دكتورة أنت هل توافقين الرأي أو لا، أو تشرحين شوية للناس شو نقصد بالتصلب اللويحي. مرض التصلب اللويحي أهم شيء يكون المريض مرض التصلب اللويحي يكون مشخص عن طريق أخصائي أعصاب ومخ. إحنا دائما ننصح مرضانا أنهم يأخذون التشخيص من الطبيب المختص. صحيح. هو مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي ويأثر على الدماغ والحبل الشوكي ويسبب تلف الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعي الميلين، ويؤدي إلى التصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف في سير الثلاث العصبية اللي تنقل بين الدماغ وأعضاء الجسم. شكرا دكتورة. دكتورة هل في نصائح أخيرة توجهينها لمستمعينا الأعزاء قبل ما نختم فقرة القسم المخ والأعصاب؟ أنا دائما أنصح الجميع أنهم يمارسون حياة صحية، يلتزمون بالتمارين الرياضية، أيضا يتناولون أغذية متوازنة صحية تحافظ على الوزن الصحي وتكون مناعة، وتجنب الضغوطات والتزام أيضا أنماط الحياة الصحية. دكتورة سلامة محمد كرمستجي، شكرا على وقتك الثمين جدا ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. مشكورين. مستمعينا كانت معنا الدكتورة سلامة محمد كرمستجي، حدثتنا عن قسم المخ والأعصاب والخدمات اللي يوفرها للمراجعين عند ذكرة العديد من الخدمات المميزة اللي يقدمونها، من بينها عيادة للسكتات الدماغية، عيادة متخصصة للصرع، عيادة للتصلب اللويحي، وأيضا لعيادات للصداع. أيضا مستمعينا أنا دائما أنصح يعني إذا أنتوا حسيتوا بأن صداعكم زاد عن اللزوم أو مو قادرين أنكم تسيطرون عليه، دائما نحن ننصح أنكم تستشيرون طبيبكم المختص، يمكن العلاج يكون جدا بسيط ويجنبكم العديد من التعب والإرهاق. طبعا مستمعين الأعزاء، من قسم المخ والأعصاب ننتقل إلى مصطلحنا الطبي اللي هو الإصبع الزنادي. هي حالة نسميها لما يعلق أحد أصابعك في وضع الثني، قد ينثني أو يستقيم إصبعك مع إصدار صوت طقطقة كالضغط على الزناد وسحبه، ويعرف أيضا بالإصبع الزنادية. هاي الحالة تصير لما يؤدي الالتهاب إلى تضيق المساحة الموجودة داخل الغمد الذي يحيط بالوتر في الأصابع المصابة. إذا كانت حالة الإصبع مزمنة قد يصبح إصبعك عالقا في وضع الثني،
وطبعا الأشخاص الذين يستلزم عملهم أو هواياتهم إلى أفعال متكررة تحتاج إلى استخدام القبضة هم طبعا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالإصبع الزنادي، كما أيضا أنها تعتبر يعني للأسف أنها أكثر شيوعا بين النساء، وأيضا الأشخاص المصابين بداء السكري. يعتمد طبعا العلاج على شدة هاي الحالة، يمكن بعد نلاحظها أكثر مع استعمالنا للتلفونات أكثر مستمعين الأعزاء، وفي وضعياتنا الوضعية أصابعنا تكون وضعية شوية مختلفة لما إحنا نمسك التلفونات. فإذا كنتوا تعانون من بعض الآلام أنا أنصحكم تراجعون الطبيب المختص اللي ممكن يعطيكم بعض النصائح أو بعض العلاجات الخفيفة اللي تجنبكم مشاكل ممكن تكون مزمنة أكثر في المستقبل. هذا كان مصطلحنا الطبي لليوم مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع الفوائد الغذائية والصحية للسمسم مع أخصائية التغذية العلاجية. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء وبنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. أظهرت الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية الفوائد الغذائية والصحية العديدة للسمسم وأيضا لزيت السمسم، وللتعرف على المزيد من هاي التفاصيل حول هاي الفوائد يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي الأستاذة هنادي الغبيش. صباح الخير أستاذة هنادي. صباح النور أستاذة هنادي، لو تحدثينا عن الفوائد الغذائية للسمسم وزيت السمسم. إن شاء الله اليوم حديثنا رح يكون عن السمسم. طبعا اخترت هذا الموضوع لأنه كثير في ناس بيجهلوا أهمية السمسم، ورح نتعرف إحنا على أهم فوائده. هلأ أول شيء نعرف أنه السمسم هو عبارة عن مجموعة من الدهون، وغني هو مصدر غني بالدهون المشبعة والألياف ومضادات الأكسدة، وبيحتوي كمان على بروتينات وفيتامينات منها فيتامين إي وفيتامين كي، وبيحتوي كمان على معادن مثل الكالسيوم المغنيسيوم الفوسفور الزنك، وكل هاي المكونات من هون بتأتي أهميته وفوائده. قبل ما نتعرف على فوائده بحب أذكر نبذة عن مكوناته. هلأ كل معلقة كبيرة يعني 15 جرام بيزودنا ب 50 سعرة حرارية، وبعطينا 1.5 جرام بروتين و88 ملي جرام من الكالسيوم. هلأ 88 ملي جرام من الكالسيوم، هلأ كتير ناس بيفكروا إنه الكالسيوم فقط موجود في الحليب، فإذا هم ما شربوا حليب أو ممكن في ناس ما بيحبوا الحليب ما أو عندهم حساسية من الحليب فإنهم هم ما حيقدروا ياخدوا الكالسيوم من أي مصدر تاني، فبنقول لهم إنه هم إذا أخذوا معلقة كبيرة من السمسم بيكونوا أخذوا ما يعادل نصف كوب من الحليب، لأنه كمية الكالسيوم اللي في معلقة كبيرة من السمسم تعادل كمية الكالسيوم الموجودة في نصف كوب من الحليب. ومن هون بتأتي أهميته لصحة العظام مثل ما قلنا، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم بالإضافة للفوسفور والزنك اللي هم بيعتبروا من أهم مكونات العظام. وكمان هو كتير مهم لصحة القلب. ليه؟ لأنه هو بيحتوي على نسبة عالية من الدهون الغير مشبعة اللي هي بتعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول النافع بالجسم، وبالتالي بيعمل على تخفيض ضغط الدم، واحتوائه كمان على عنصر المغنيسيوم اللي بيعمل على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، من هون هو مهم كتير لصحة القلب. كمان فائدة تانية إنه هو بيعمل على تقوية جهاز
المناعة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة وفيتامين بي كومبلكس، وبيحتوي كمان على الزنك والمغنيسيوم. كل هاي بتعمل على رفع معدل كريات الدم البيضاء، ومثل ما احنا بنعرف انه كريات الدم البيضاء هي خط الدفاع الاول في الجسم اللي بتعمل على مكافحة مسببات الامراض مثل البكتيريا والفيروسات. وكمان احتوائه على نسبة عالية من القشور والالياف والفوسفور، هلا هاي بتساعد كلها على الشعور بالشبع والامتلاء، بالتالي بيحسن حركة الأمعاء وبيسهل عملية الهضم وبيقلل من الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك والانتفاخ. كمان في كتير دراسات بتقول إنه هو بسبب احتوائه على فيتامين بي وكي والمغنيسيوم بيعمل كمضادات للأكسدة وبقي من السرطانات. كمان فائدة لزيت السمسم والسمسم بشكل عام، احتوائه على فيتامين ها والزنك بيعتبر مرمم للجلد من الحروق والوعكات، مرات بتعرض الجلد لكدمات، فهاي العلامات باستخدام زيت السمسم أو الكريمات اللي بتحتوي على زيت السمسم بيساعد على إخفائها أو التقليل من حدوث هاي الضربات والعلامات على الجلد. ليش؟ لأنه هي الزنك يعتبر مكون من الكولاجين، والكولاجين معروف دوره دائما في الأنسجة العضلية وبدخل في تكوين الشعر والجلد. أستاذة هنادي، إحنا نعرف أن السمسم ارتبط كثيرا بالطب الشعبي، فما هي المشكلات الصحية؟ أنت يمكن ذكرتي مشكلة واحدة، بس لو تعطينا بعد المشكلات الصحية التي يمكن تجاوزها بالسمسم مثل حسب ما يعني أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية. هلا المشكلات الصحية مثل ما قلنا للأشخاص اللي بيعانوا من ضغط الدم الناتج عن ارتفاع الكوليسترول، هلا بسبب احتوائه على الدهون الغير مشبعة، بيحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بالتالي بيخفض من الكوليسترول الضار وبيزيد من الكوليسترول النافع بالجسم، بالتالي ممكن استخدامه لمعالجة ارتفاع ضغط الدم. أوكي. ولكن في شغلة مهمة، هلأ في بعض الأشخاص بيعانوا من حساسية من المكسرات ومن بعض أنواع من الزيوت ومنها زيت السمسم، مشان هيك عند استخدامه يرجى توخي الحذر للأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية إنه ينتبهوا، لأنه ممكن السمسم موجود في الطحينة، موجودة في بعض الأكلات، موجودة يضاف على السلطات اللي بنحط عليها زيت السمسم، مشان هيك توجب عليهم الانتباه إنه وين موجود زيت السمسم والأغذية الموجود فيها زيت السمسم والحذر عند تناولها. هلا ومثل ما قلنا بيلعب دور في الحروق، في الكدمات الجلد لإزالة العلامات اللي بتظهر على الجلد، مرمم للجلد بيستخدموه كمان في البشرة، الحفاظ على البشرة، ويعني تقليل من علامات ظهور الشيخوخة. ليش؟ لأنه قلنا الزنك بدخل في تكوين مادة الكولاجين اللي بتحافظ على البشرة والأنسجة العضلية. أستاذة هنادي، لو تعطينا نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين الأعزاء عن السمسم وفوائده وزيت السمسم أيضا. هلأ مثل ما قلنا في بعض الأشخاص كمان هم نباتيين، فممكن بكون السمسم بيحتوي كمان على نسبة عالية من البروتينات، فممكن هم كمان يستخدموا السمسم كبديل عن البروتينات في أغذيتهم ويدخلوا في كتير من الأكلات. وزي ما قلنا بيقوي جهاز المناعة خاصة في أوقاتنا هاي مع انتشار الفيروسات والأوبئة، وبيعمل على تقوية كمان جهاز المناعة والتقليل من العرضة للالتهابات والتعرض لوعكات الفيروسات والبكتيريا. طبعا يعني أستاذة هنادي يمكن توافقين الرأي أن بعد لازم يأخذون بكميات معتدلة أيضا، ما يبالغون في أخذهم للسمسم وزيت السمسم. طبعا أنه مثل ما قلنا ممكن كثرة تناوله في أشخاص عندهم تحسس منه، في بعض الأشخاص ممكن اللي عندهم مشاكل في القولون
فزيادة حتى في السعرات الحرارية أيضا أستاذة هنادي صحيح؟ السعرات الحرارية هلأ مثل ما قلنا إحنا 15 جرام منه بعطينا تقريبا 50 سعرة حرارية. هلأ هو إله دور في كتير دراسات أثبتت إنه هو إله دور في حرق الدهون. هو بيعمل لأنه فيه الدهون غير المشبعة الأوميجا 3 والأوميجا 6 اللي بتعمل كمان على حرق الدهون. هلأ وفيه كمان قشور فبيعمل يعني إنه لا يخافوا حتى لو تناولوا يعني كميات كبيرة منه بالسمسم مو زيت السمسم. هلأ ليه السمسم فيه القشور؟ القشور هاي بتعمل على امتلاء المعدة والشعور بالشبع لوقت طويل، بالتالي بخفض من تناول السعرات الحرارية وبيساعد على حرق الدهون في الجسم. لكن إذا استخدموا الزيت نفسه هون لازم يقللوا منه لأنه الزيت ما فيه ألياف. أوكي هم بيستخلصوا الزيت من بذور السمسم، بالتالي هو مثله مثل باقي الزيوت الخمس جرامات بعطي 45 سعرة حرارية، بالتالي ممكن إذا تناولوا بكثرة أنه يعرضوا حالهم لزيادة الوزن. أستاذة هنادي هل تنصحين مستمعين أنهم يستعملون زيت السمسم في الطبخ عندهم ولا هو مش من نوع الزيوت اللي يستعمل في درجات الحرارة العالية؟ شو رأيك؟ هلأ ممكن استخدامه، هلأ درجة احتراق زيت السمسم متدنية كان هيك ممكن إضافته إضافة على السلطات أو يعني حالة حال زيت الزيتون يعني أيوة ما نحطه في حرارة عالية مستمعينة. أيوة ممكن لكن مو للطبخ العميق، مش للقلي يعني، مو للقلي ولا الطبخ العميق لأنه درجة احتراقه متدنية فعادي ممكن يحترق ويكون فري راديكال. أيوة. اللي هي اللي هو ممكن يتحول إلى زيت ضار إذا استعمل. أيوة. في درجات. أيوة. حرارة عالية. أيوة فممكن إضافته. أيوة. على الأطعمة كإضافة. أيوة. أستاذة هنادي الغبيش شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. شكرا. أهلا وسهلا. كانت معنا الأستاذة هنادي وحدثتنا عن السمسم وزيت السمسم، وفي ختام فقرتها نبهت أن مستمعينا لا تعرضون زيت السمسم لدرجات الحرارة العالية لأنه من أنواع الزيوت حالة حال زيت الزيتون، إذا تعرض لدرجة حرارة عالية ممكن يكون ضار أكثر من ما هو مفيد. ومن فقرة التغذية ننتقل إلى التواصل النفسي والاجتماعي مع كبار السن. من بين المشكلات اللي يتعرض لها كبار السن هي إحساسهم بالوحدة، وخصوصا الحين في ظل جائحة كوفيد 19 والتباعد اللي احنا نمارسه عشان نحافظ على صحتهم وسلامتهم، أيضا هذا ممكن يعني يزيد من إحساسهم بالوحدة، ويمكن هذا يكون إحساس أو يكون حقيقة على الرغم من وجودهم وصدويهم أو إذا كانوا بعاد مثل حالنا حين مع الجائحة. في كل الأحوال نعتبر أن حفاظنا على صحتهم النفسية وتواصلنا معهم جدا مهم، وعشان نتحدث أكثر بعمق في هذا الموضوع يسعدني ويشرفني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد همام أخصائي طب المسنين في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور محمد. صباح النور. صباح النور. حضرتك تمام دكتور؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. دكتور دائما الحديث معك شيق، وخصوصا يعني تعطينا العديد من المعلومات المهمة عن طب المسنين. اليوم راح نتحدث عن مشكلات العزلة والوحدة اللي ممكن أن يواجهها كبار السن وشو هي أسبابها أيضا. صباح الخير على المستمعين الأول، وبسم الله الرحمن الرحيم. إحنا طبعا حضرتك زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي موضوع العزلة، كبار السن من أكثر الفئات العمرية عرضة للعزلة والوحدة طبعا لأسباب كتير جدا، فيهم أسباب تتعلق بهم هم شخصيا وفي أسباب تتعلق بال يعني بطبيعة الحياة من حواليهم. طبعا هم أسباب تتعلق بهم حضرتك عارفة أن مع تقدم في السن بيبقى الحركة أقل نتيجة التهاب المفاصل، خشونة المفاصل، نتيجة العضلات، نتيجة أمراض كتيرة عصبية زي لا قدر الله الجلطات أو شلل الرعاش، كل الحاجات دي بتأثر على تنقلهم أو حركتهم برا البيت، فبيبدأوا يعني بيتحولوا بعد ما كان كائن اجتماعي بيخرج يعني بيمارس نشاطه الاجتماعي مع جيرانه مع أخواته مع أصحابه، فبيبدأ يعني خروجاته تقل، فتبدأ حركته يعني نتيجة أن حركته قليلة أو صعوبة تنقله فيبدأ يعني ينعزل أكتر في البيت. طبعا بالإضافة ومن أهم الأسباب كمان في كبار السن حضرتك عارفة أن في السن ده
ممكن يعني مسن او مسنه تعرضوا لقدر الله لفقد واحد من ونيس او شريك الحياه. يعني الست ممكن تتعرض في فتره لفقد الزوج او العكس, الزوج يتعرض لفقد الزوجه, وده طبعا من اكثر اسباب الوحده والانعزال, لان طبعا يعني بيبقى ذكريات وتاريخ طويل وسنين طويله عدت, كل ده طبعا بيبقى فجاه بيفقده او ما بقاش موجود. طبعا حتى يعني حتى لو الشريك الحياه يعني غير شريك الحياه, كمان الصحاب نفس اللي بيحصل له هو كمان بيحصل للصحاب, ما بدوش يقولوا نتيجه نفس الاسباب, او الاخوات اللي قريبين منه في السن, يا اما لا قدر الله بيتوفوا او برضه بيبقوا عايشين بس طبعا حركتهم قليله, فكل ده بيدي الى انعزال وحده. طبعا ضاف عليه الوباء اللي احنا فيه بقى لنا تقريبا 14 شهر, طبعا حفاظا على ان مناعتهم ضعيفه او ان هم ما يختلطوش بالناس بره, ده ادى برضه الى انعزال اكتر ووحده اكتر لهذه الفئه العمريه يعني من كبار السن. دكتور, لو تقول لنا العلم والدراسات شو اللي يقول عن الامراض اللي ممكن ان يصيب المسن بسبب شعوره بالوحده؟ طبعا كبار السن عرضه اكتر لانخفاض الحاله المعنويه او اللي احنا بنسميه الاكتئاب, يعني في الظروف العادية ممكن يوصل لغاية من 24-28% من المسنين, وخصوصا اللي غير قادرين على الحركة بيجي لهم اكتئاب أو انخفاض الحالة المعنوية. طبعا بالإضافة إن العزلة كمان اللي ضافت عليها زي الكورونا مثلا دي بتزود النسبة يعني الضعف تقريبا, لأن حتى الناس اللي كانوا يعني حتى لو هم مش قادرين يخرجوا كانت الناس بتجي لهم, دلوقتي حتى الناس مبقتش تجي لهم أو تزورهم أو تودهم. ده طبعا اهم حاجه, الاكتئاب ده طبعا يعني بيأثر على يعني حياته كلها, طبعا من ضمنها برضو انه بيأثر على اضطراب النوم, بيزود عندهم التوتر والقلق, بيزود عندهم برضو الانخفاض او انخفاض الشهيه, ده اللي بيعمل لهم برضو مشاكل سواء جفاف او يعني قله شرب الماء ممكن يعمل جفاف او قصور في الكلى, وقله الاكل عموما بتعمل لهم انخفاض في البروتينات في الدم, بتعمل لهم انخفاض في الهيموجلوبين او بيسميه فقر الدم او الانيميا. كل المشاكل دي نتيجه العزله او الوحده بتزيد طبعا. يعني اهمها الاكتئاب, اضطراب النوم, انخفاض الشهيه, التوتر, القلق, كل ده طبعا بيأثر على جوده حياه المسن او يعني مقياس او سعاده المسن النفسيه وحتى الجسديه كمان, النفسيه كمان بعد فتره بتاثر على صحته الجسديه. هذا شيء اكيد, ويمكن مع الجائحه بعد شوي اكثر بعد, لان احنا مارسنا التباعد الاجتماعي والجسدي معاهم, يمكن شويه هذا اثر عليهم اكثر في البدايه كانوا. تمام. واحنا الحالات عندنا في الدائره كمان يعني الزيارات المنزليه او العياده لاحظنا طبعا من بعد ما الجائحة بدأت إن التوتر بقى بيزيد, المريض اللي كان ماشي على دواء واحد مضاد اكتئاب ما بقاش بيفيد وبقى عايز دواء تاني, بقى عايز جرعة أكبر. أيوة. لأن طبعا كل الاضطراب النوم برضو بقى عايز جرعة أكبر عشان يقدر ينام أو يقدر يقلل التوتر اللي عنده. كل دي نتيجة الـ طبعا الظروف الحالية اللي احنا فيها من التباعد الاجتماعي وقلة الزيارات وقلة الاختلاط من الناس اللي جاية من برا البيت. طيب دكتور, البعض منا لا يجيد التواصل الاجتماعي والنفسي مع المسن في عائلته, كيف أنت تقدر تنصحهم أنهم ينمون هاي القدرة على التواصل مع كبار المسنين؟ أحد البني آدم مننا أو المرحلة العمرية اللي احنا لما بنكبر يعني بنقرب أكتر لنفسية الأطفال, عايزين طول البال, عايزين يعني نتفهمهم حتى لو طلباتهم مثلا ساعات مش في اوقات مناسبه او ضغطه شويه, لازم نكون احنا نستحملهم, نكون زي ما استحملناهم واحنا صغيرين. فدي بتبقى يعني دوره الحياه اللي بتتعكس او بتتبدل الادوار, فاحنا نكون معاهم بالنا اطول, دايما مبتسمين, كلمهم دايما بهدوء او بصوت واطي حتى لو هو زعق, احنا دايما نستقبل ده ونطبقه. تاني حاجه, احنا من حتى في ظل الظروف زي العزله او انشغال الابناء والبنات مثلا ببيوتهم او بوظائفهم, لازم نحافظ على الاقل يعني قدر يعني قدر اساسي من التواصل, على مكالمه تليفون كل يوم لو نقدر نخليها بالفيديو يبقى احسن, شوية أسئلة بسيطة عن عملت إيه في النهاردة في اليوم, كلت إيه فطور, يعني ترياك أو فطورك كان إيه, غداك كان إيه, كل حاجة تتفق معهم جدا إن اللي حواليهم أو اللي مش قادرين يشوفوهم
على الأقل متواصلين معاهم، حاسين بيهم، بيسألوا عليهم يوميا، خدت الدواء ولا ما خدتش، في حاجة بتوجعك، بتشتكي من حاجة، كل الحاجات دي على الأقل يعني ما نسيبش نقعدش باليومين ثلاثة يعني أو بالأربع أيام ما نتصلش أو نتعبد إن إحنا يوم الجمعة ممكن نكلمهم، لا يعني لو على الأقل كل يوم مرة على الأقل في اليوم دي بتفرق معاهم جدا. إحنا في الدائرة كمان بنقدم خدمات الأخصائي الاجتماعي. جميل جدا. عندنا في أخصائي اجتماعي في كل وحدة صحية تقريبا. ولو احتاج كمان لو المريض يعني صعبة الحركة احنا من يعني صعب الحركة احنا عندنا بنحول له، يعني احنا طبعا عندنا خدمة الذوات المنزلية كأطباء وتمريض، سواء من الوحدة الصحية اللي حوالين البيت او اقرب يعني اللي متغطي المنطقة السكنية اللي هو ساكن فيها او عن طريق الذوات المنزلية لكبار السن. وكمان بنحول الاخصائي الاجتماعي او الاخصائي الاجتماعي بيروح يقيم الحاله الاجتماعيه والنفسيه للمسن وبيكلم مع زويه اذا كان اولاد او بنات او حتى لو ربنا ما كرموش بخلفه بيكلم اخواته اولاد اخواته بحيث ان هو يعني يقول لهم يعني او يبين لهم حاله المريض الاجتماعيه ويحس يعني ويحاول يتواصل او يزود التواصل بتاعهم او يعني مرات التواصل بتاعهم مع المسن جوه بيته سواء عن طريق التليفون طبعا دلوقتي عشان الكورونا او لما الدنيا يعني تهدى عن طريق الزيارات. دكتور محمد لو تعطينا نصيحة أخيرة توجهها لمستمعينا الأعزاء بخصوص التواصل مع المسنين والاهتمام فيهم. يعني اهتمام المسنين احنا زي ما كنت يعني زي ما عرض حضرتك الدين اللي احنا اللي هم يعني الرعاية والتربية والاهتمام اللي كنا خدناه منه واحنا صغيرين بنبدأ نرد ولا جزء بسيط منه، مش هنقدر نرد كله لانه طبعا اكبر من احنا نرده او اصعب، بس على الاقل التواصل النفسي ان احنا نتكلمهم كل يوم، نشوف طلباتهم، نبقى هاديين معاهم، نحاول دايما نبتسم، نحاول نحل دايما مشاكلهم، نحاول نسهل عليهم الحياة، كل ده بيفرق مع المسن اجتماعيا وبيفرق معه كمان نفسيا واللي بتفرق في الاخر في صحته عموما. دكتور محمد همام شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين معنا، والحديث معك دائما شيق ومفيد، شكرا يعطيك الف عافية. عفوا كان معنا الدكتور محمد أخصائي طب المسنين في هيئة الصحة في دبي وتحدث عن التواصل النفسي والاجتماعي مع كبار السن. طبعا مستمعينا في ظل هاي الجائحة طبعا احنا شوية يمكن بعدنا عن كبارنا ويمكن يعني عشان احنا نحافظ على صحتهم وسلامتهم شوية تجنبنا التواصل الجسدي معهم، لكن يعني في العديد من الوسائل اللي ممكن احنا نتواصل فيها مع كبار المسنين، مكثر البرامج اللي تكون فيها صوت وصورة، نقدر ان احنا نحضر معهم المناسبات بس نحافظ على العدد، العدد يكون العدد يكون قليل في تجمعاتنا، نحافظ على مسافة كافية بيننا وبينهم ونرتدي كماماتنا، يعني احنا نقدر نتواصل معهم ولكن نتواصل معهم في ظل إجراءاتنا الاحترازية وهم الخير والبركة دائما وأبدا. مستمعينا يعني نختم حلقتنا بهذا القدر من المعلومات، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل، نذكركم أن ما زالت الجائحة مستمرة وما زال علينا نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين ولازم نحافظ على نظافة إيدينا دائما وأبدا، وأيضا نرتدي كماماتنا بالطريقة الصحيحة وخصوصا في الأماكن المغلقة. بهذا القدر نكتفي مستمعينا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأخت نجاة السويدي، كل الشكر اليوم أنا كنت محظوظة بوجود مخرجين مبدعين نمر محمد والأستاذ سعيد المر، كانت معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي ودمتم في صحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.